هلا بالعيادة علاجت عدة أنواع تروما، عدة أنواع فوبياز، يعني في ناس عندهم فوبيا من العلو، فوبيا من المي، فوبيا من النار. هولي أشياء نوع من خوف عاشه الشخص بالماضي ووقف على مطرح معين وضل مواكبه كل حياته. يعني في أشخاص مثلا نعمل ريجريشن بالهيبنوسس ونوصل على مرحلة لما كان عمره 15 سنة أو 16 سنة عاش حالة ممكن عائلية أو مع استاذه، حطلنه بعقله فكرة معينة، وهيدا الولد عملها amplification، يعني وسعها طورها غزاها مع أنه هي بتضره، وصدقها وعاشها. يعني كلمة قالوا لي إياها صدقتها وعشتها وبلشت تنفذها وطبقها. فاللي بنعمله خلال العلاج هو منوضح هالأمور هولي ومنشيل كل نقطة بنقطتها لحتى نشوفهم، وهون ساعتها بينحلوا منهم لحالهم.